أيها الحضور الكرام، نواصل المتابعة والاستماع إلى آيات الله البينات بدعوة المشارك السابع لهذه الليلة، ليتلو على مسامعنا ما يتيسر له من سورة المائدة ابتداء من الآية 72. فليتفضل مأجورا. dipersilakan. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كفر الذين قالوا وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة فقد حرم الله عليه الجنة وما للظالمين من أنصار لقد كفر وما من إله إلا إله واحد وإن لم ينتهوا عما يقول كفروا
قد ضلوا من
قبل وأضلوا. وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود. على لسان داود وعيسى بن مريم، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. صدق السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.